السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على قبل ما نبدأ الجزء العملي Introduction to Node.js. في ثلاث موضوعات أساسية بس باختصار جدا عايزين نتكلم عليهم ونركز فيه. ايه هما؟ ليه Node.js؟ ايه هو Node.js؟ وايه اللي ممكن نعمله بالNode.js؟ ببساطة جدا What is Node.js؟ Node.js تبقى عارف دايما ان هو Open Source. السورس بتاعه موجود على الانترنت، تقدر تبص على الكود اللي اتبنى بيه اصلا Node.js. هو سيرفر انفايرمنت، يعني بيعمل لك بيئه تقدر تشتغل عليها كسيرفر سايد، اكنك سيرفر بتخدم على كلاينتس وعملاء بيخشوا على الويب سايت بتاعك ويتعاملوا معاه. طبعا ليه خدمات في الموبايل ابلكيشنز هنبقى نتكلم عليها. نود جي اس فري، داونلود على الانترنت من node.js.org، هنخش ونشوف ازاي نداونلوده. Runs on various platforms، يعني بيشتغل ويندوز على البلاتفورم، على لينكس، على يونكس، على الماك، على فبيشتغل معك على كل الاوبريتنج سيستمز. دي حاجه مهمه جدا ولذيذه. النود جي اس بيستخدم كل قايم على الجافا سكريبت على السيرفر. جافا سكريبت معروفه ان هي كلاينت سايد. دلوقتي بنتكلم ان جافا سكريبت بالنود بقت سيرفر سايد وكلاينت سايد، فالعمليه كلها بتاعت النود جي اس قايم على جافا سكريبت. ده هو النود جي اس. النقطة بعد كده why Node.js، ليه Node.js؟ اتكلم في حاجة مهمة جدا. لو احنا عندنا common task، task عادي شائع خالص للويب سيرفر، اللي احنا عايزين نopen file موجود على السيرفر ونرجع الايه الكونتنت بتاعه للكلاينت، يعني في file مرمي على السيرفر، مثلا في داتا عن مثلا عن بوست معين، فانت عايز تخلي الصفحة بتاعتك تروح على السيرفر تقرا الفايل ده وترجع النتيجة دي للكلاينت اللي كان بيدور على البوست ده. دي نتيجة بسيطة جدا. هنقارن نود جي اس هنا وهنقارن ال بي اتش بي والاي اس بي دوت نت هنا. ال بي اتش بي والاي اس بي دوت نت او ال بي اتش بي والاي اس بي ازاي بيعالجوا فكرة الفايل ريكوست لما الكلاينت يطلب فايل معين. اربع خطوات. النود جي اس بيعمل ايه عشان يعالج فايل ريكوست؟ ثلاث خطوات اساسية. بالنسبة ل بي اتش بي والاي اس بي دوت نت بيسند التاسك للكمبيوتر فايل سيستم عشان يطلع له الفايل على السيرفر بقى، ويويت ينتظر لغايه لما الفايل سيستم يتوبن من اوبريتنج سيستم ويقرا الفايل كونتنت ويقرا المحتوى. الاوبريتنج سيستم قرا بيقدر بقى يريتيرن الكونتنت ده اللي رجع التكست بقى اللي رجع دوت للكلاينت، ويبقى في الحاله دي بقى على استعداد للنكست ريكوست. ده كده البي اتش بي او الاس بي. في النود جي اس الموضوع مختلف تماما. انت بتسند تاسك للكمبيوتر فايل سيستم، بتبقى يعني النود بيبعت يقول للفايل افتح لي الفايل دوت يا اوبريتنج سيستم اللي هو بتاع السيرفر، وبعدين هو بيبقى ريدي انه يهندل النكست ريكوست، مش بينتظر هنا زي بيويت الفايل سيستم يت اوبن ويريده ويريتيرن الكونتنت. طب الخطوتين دول موجودين؟ موجودين، بس هو عكسهم بقى. هو بيستنى الريكوست اللي جاي ويسيب ده في ثريد لوحده، في شغال لوحده، في طابور لوحده بقى، منتظر مع نفسه، ما ينتظرش، مش مهم، هو منتظر اللي جاي. وبعد كده الفايل سيستم بقى اما يوبن ويريد الفايل والكلام ده كله، السيرفر بيريتيرن الكونتنت للكلاينت بعد. لكن لو جاله اي ريكوست ثاني الدنيا سريعه. طبعا بتقدر تظبط ده كاستمايزبل، يعني بنقدر نظبط الكلام ده كله جوه النود. وطبعا الاهم بالنسبه لي ان هو النود كل شغله اسنكرونس، كله على التوازي، فهو بيبعت الامر وما بيستناش بيشوف الامر اللي بعده، فبيبقى اسرع كتير جدا. نود جي اس المينيتس بيشيل كل الويتنج، كل الانتظار، بيستكمل ببساطه جدا النكست ريكوست من غير ما يتوقف. النود جي اس بيرن ان سنجل ثريد، دي شرحنا في الفيديو اللي فات، السنجل ثريد الاساسيه، نون بلوكينج، ما بيوقفش حاجه على حاجه، ودي برضه شرحناها. اسنكرونس بروجرامنج، هو اسنكرونسلي بروجرامنج كله خلاص. وطبعا ده طبعا بيعمل مور افيشنت، يعني افضل بكتير جدا جدا. دي الفكره اصلا اللي الناس بتقول نود 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 نود، عشان لما تيجي تقارن كده بي اتش بي والاي اس بي طريقتها في الهاندل الفايل ريكوست عن النود جي اس. طيب وات كان نود جي اس دو؟ يقدر يعمل النود جي اس، يقدر يعمل كل حاجه زي الاي اس بي وزي البي اتش بي. كان جنريت دايناميك بيج كونتنت، يقدر يعمل اي بيج على السيرفر دايناميك ويعرض لك النتائج بتاعتها. كان كرييت، اوبن، ريد، رايت، ديليت، كلوز فايل على السيرفر، يقدر يعمل كل العمليات العاديه جدا على السيرفر. كان كولكت فورم داتا، اي واحد بيدخل بيانات من فورم لوجن، من ريجستر، من مش عارف ايه، من سله مشتريات، مش عارف، عادي جدا طبعا. وبيعمل العمليات الاساسيه كلها مع الداتابيز، يقاد ويابديت ويديليت ويعدل ويحذف من اي نوع من انواع
قواعد البيانات. دي كانت نظرة سريعة قبل ما نشوف ازاي النود جي اس نقدر نعمل له سيت. شكرا.